دلوقتي اتصل على احد الزنادق. السلام عليكم. احمد الامام انا مسوي اريدك في مناظره يا احمد الامام في اي موضوع تختاره، ايه رايك؟ انت خايف مني ليه؟ ليه بتتعرب يا احمد الامام؟ طيب ما خالف. طيب الان نبدا الان. لا 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 الان هنبدا انا وانت، وايه رايك في مكانه فاطمه بين السنه والشيعه؟ وانا ليا دقيقتين وانت اربع ست دقائق. الحمد لله ناصر السنه والاسلام والدين باهل السنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا بنقل مباشر ورب الكعبه، والكاميرا هنا مصور الشاشه عشان لو هربت واغلقت الخط يا احمد الامام. ماشي يا احمد؟ انا دقيقتين وانت ست دقائق في مكانه فاطمه بين السنه والشيعه. ليش ما ناخذ مكانه عائشه؟ طب انت خايف للاول نقول مكانه فاطمه اقول انا اتهرب منها؟ انا قلت ليك ست دقائق وانا دقيقتين ضعف وقت ثلاث مرات. ايه رايك انا اقول انك تتهرب من مكانه فاطمه وانا معاك الان في مكانه ام المؤمنين عائشه؟ تتهرب من مكانه فاطمه؟ لا ما يخالف، انا افضل. طيب جميل، تقبل. يبقى نبدا الان. طيب لا نبدا الان، لا دام انت قلت ما يخالف ونقبل. الحمد لله ناصر السنه والاسلام والدين باهل السنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو احمد الامام والمناظره. تقاطعني ليه يا احمد؟ تقاطعني ليه؟ اسمع، هؤلاء يقولون عن السيدة فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تدخل الأجانب عليها عياذا بالله، كما نقل محمد بكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار. معايا يا أحمد؟ خليني أفتح لك الكاميرا حتى ترى معايا الكتاب وأنا أعرض لك. تراني يا أحمد يا إمامي؟ أنا دقيقتين فقط وأنت ست دقائق. تراني؟ لا ما دابا ما ننظر. لا في عينك، أنا فتح لك الكاميرا. هو والله فتح لك الكاميرا، ده أنا هثبت لكم. بتقولوا على فاطمة قليلة الأدب، كانت فاشلة، كانت مسترجلة، هبين لك كله في الكتب في إيدي ورب الكعبة وبحر الأنوار. أنا هخليك الآن إن شاء الله تتسنن وتترك دين الإمامية الاثني عشرين. أول نقطة معاك. ما يخالف، ناظرتي متناقش. طب أنت بتهرب ليه؟ مش بدأنا المناظرة؟ مش بدأنا المناظرة؟ مش بدأنا المناظرة؟ أنت هربان ليه وخايف ليه؟ بدأنا المناظرة الآن وأنت ليك ضعف وقت ثلاث مرات. يلا نبدأ تاني الآن. الله أكبر، هرب الزنديق أحمد الإمامي. خلينا نجيبه تاني. خلينا نجيبه تاني، خلينا نجيبه تاني. لن نترك هذا الفاسق الفاجر، لن نتركه. لا يريد أن يرد ورب الكعبة، أقسم بالله لا يريد أن يرد. كان معكم هذا الزنديق الفاسق المسمي نفسه أحمد الإمامي، يتكلم وكأنه يأكل تربة كربلائية. عقول بهائم. ها هو يا شيعة، يا أكثر من شيعي يقول لي ناظر احمد الامامي، ناظر احمد الامامي. اتصلت عليه وقلت له ليك ضعف وقت ثلاث مرات الان، وبنقل مباشر الان في غرفه منهاج السنه 181 عضو الان موجودين في الغرفه بيسمعوا الاتصال مباشر الساعه 10:30 بتوقيت مكه، ولكن هؤلاء زنادقه لا يستطيعون المناظره ولا يستطيعون الحوار. كان معكم السافل السباب الملعون احمد الامامي.